هتكلمونا او هتتواصلوا معانا. انا بس في قبل ما اطلع عايز اخد الزميل والصديق وواحد من الناس اللي هم يعني خبراء في العلاقات المصريه الفرنسيه في الحقيقه، المحامي الدولي الاستاذ خالد ابو بكر، هيعلق لنا على زياره الرئيس فرانسوا اولاند للقاهره اللي موجوده. واهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بك، اهلا بك استاذ خالد. اهلا وسهلا. لو تقول لي بقى كده احنا نشوف الموضوع ازاي. احنا حريصين كنا نكلمك انت، احنا مش عايزين كلام رسمي، انت راجل محتك بالشارع ومحتك بالشارع هنا وفي فرنسا، وعايزينك تقول للناس كلام من قلبك. يعني الحقيقه هي الزياره، اولا هي زياره الدوله، لانه في حضرتك عارف اكيد الفرق بين الزيارات العاديه وبين زياره الدوله. نعم. هذه هي زياره الدوله فلها اجراءات وبروتوكول معين، ودي تاني زياره بيقوم بها الرئيس الفرنسي. الاولى كانت في افتتاح قناه السويس الجديده. نعم. العلاقات المصريه الفرنسيه تقدر لو بتوصفها الان تقول انها في اكثر حالتها رونقا فيما رونقا على مدار سنوات كثيره مضت. يعني انا اقدر اجزم انه يعني العلاقات الشخصيه بين الرئيس اولاند وبين الرئيس السيسي، وايضا العلاقات بين البلدين، هي في قمه حالتها يمكن من 40 سنه فاتت. لازم نأكد على أن أمور كثيرة حدثت في هذه الزيارة، منها توقيع الاتفاقيات، وهتكلم هقول الاتفاقيات دي فيها جانب عسكري، وده مهم جدا لأن ليه توجه سياسي كبير أن مصر أصبحت تنوع مصادر السلاح بالنسبة لها، وده على فكرة دليل قوة القيادة الحالية أنك تستطيع أن تجابه كثير من القوى التقليدية الموجودة في المجتمع الدولي. والآن أنت الآن تتوجه إلى فرنسا، وده أمر كمان عامل بعد كبير جدا للرئيس فرانسوا اولاند. يعني لما انت اشتريت رافال من فرانسوا اولاند، كل الرؤساء اللي فاتوا عجزوا عن بيع الرافال، واولاند هو اللي اشتراها، فبالتالي عملت له هو اللي باعها، وبالتالي عملت له نوع من الثقه للسياسي. نعم. كمان كثير من الاتفاقات، عايزين نفرق بس بين الاتفاقات عشان خاطر نكون واضحين مع الناس، زياره مهمه وكل حاجه وليها ايجابيات كثيره جدا. لكن بعض من هذه الاتفاقيات هي منح، زي 68 مليون يورو مقدمه من الاتحاد الاوروبي عشان توصيل الغاز للمنازل. نعم. بعض الاتفاقيات من نوع اخر اللي هو تسهيل ائتماني، يعني قرض بفائده بسيطه جدا لا تذكر، كثير من الحكومات تسعى ليها، زي 50 مليون يورو لتمويل انشاء مركز تحكم اقليمي بمنطقه الدلتا. في بعد كده بقى اتفاقيات، ودي كتيره قوي، عن يعني خطابات نوايا. طيب يعني لا استاذ خالد، انا عندي سؤال تاني بعيدا عن الاتفاقيات، لان احنا انت عارف النهار عندها نشرات وعرضنا جزء من هذه الاتفاقيات، بس عايز اسالك في حته تانيه. من الناحيه السياسيه دلوقتي فرانسوا اولاند هو لوحده اللي بيكسر تقريبا يعني موقف امريكا بتحرض عليه تقريبا ضدنا، عزله كده يعني. هذه العلاقات مع فرنسا ازاي بتشوفها في كسر العزله اللي موجوده علينا من بعض البلدان الاوروبيه ومن وراءها الولايات المتحده؟ يعني انا برضو يعني مختلف معاك شويه على كلمه عزله، هي مفيش الكلام ده. يعني يمكن هي قضيه ريجيني هي القضيه الوحيده اللي كانت يعني بتحاول بعض الدول انها تزج بادانه مصر داخل الاتحاد الاوروبي، لكن النهارده كان عندنا نائب رئيس المستشار نائب المستشاره الالمانيه، ودي برضو خطوه كويسه جدا. وما زلت بقول لحضرتك انه وجود الرئيس الفرنسي النهارده في القاهره في زياره دوله بثلاث ايام، ده موضوع له ثقل سياسي جدا، واعتقد ان فرنسا تكون ظهر لمصر كبير جدا في الاتحاد الاوروبي. خلينا اكد لك بس على انه النهارده كان في حاجه مهمه جدا، وهي المؤتمر الصحفي اللي بين الرئيس الفرنسي وبين الرئيس المصري. نعم. وعايز احيي مجهود ايهاب بدوي سفيرنا في باريس، واندري باران السفير الفرنسي الموجود في القاهره. المؤتمر الصحفي ده كان مؤتمر مهم جدا، له ايجابيات وله سلبيات. من نعم. الايجابيات انه يعني الصراحة أنا فرحت بالشباب المصري اللي سأل في الأسئلة، كان منهم اليوم السابع وأعتقد المصري اليوم، والحقيقة فرصة كويسة جدا إن زميلنا محمد الجالي وزميلنا محسن سبيكة سألوا أسئلة ممتازة. بالظبط. أنا فرحان كمان في التجربة إنه شباب، وهم اللي كان زمان هم يعني الناس المتقدمين في السن أو الكبار رؤساء الصحف هم اللي بيقولوا بالحكاية دي. لكن الجانب اللي ما عجبنيش شوية، وهنا رسالة أنا يعني أهمس بها في أذن الرئيس، الخطابات الدولية تحتاج إلى نوع من الحوار او الرد على الاسئله بشكل مختلف. هذا الرئيس لديه وطنيه كبيره جدا، لكن التعبير عنها في خطاب او في محمل دولي لابد ان يكون في سياق معين، ومش عيب ان احنا نقول للرئيس كده، بالعكس لازم. يعني كان الانفعال شديدا في الرد على الصحفي
الفرنسي، ومن المعروف دايما انه هتلاقي كثير من الصحفيين هيوجهوا نوع من انواع الاسئله، لكن الرد يعني من المطلوب ان يكون اكثر هدوءا وليس بهذا الانفعال. لكن كمان على الجانب الاخر كان موجود عدد كبير داخل هذا المؤتمر الصحفي من الوفد المرافق للرئيس الفرنسي، وغدا صباحا باذن الله تعالى سيكون هناك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد ابو بكر على هذا العرض وايضا على هذه النصيحة اللي وجهها للسيد الرئيس، بس حقيقي الله يكون في عونه.